الفنان أحمد العوضي يدير الندوة في جامعة حلوان عن مخططات الإرهاب وحتمية النصر. برضه يا جماعة احترام التخصص حلو يعني، والاختيار المرة دي كان موفق. يعني احنا طول عمرنا بنتكلم عن الإرهاب من بعيد كده ونقعد نتناقش بالساعات وما فكرناش ندعو إرهابي بجد بقى يحكي لنا عن تجربته. مين اللي عرفه بالإرهاب؟ هل الإرهاب بينفع بالموهبة بس ولا لازم الإرهابي يعني يصقل موهبته بالدراسة؟ مين اللي اكتشف موهبته وظهرت امتى؟ في البيت وهو بيعض اخواته من ودانهم ويحدفهم بمخرط الملوخية، ولا ظهر في المدرسة وهو بيزق العيال بتوع الشرطة المدرسية بالطوب؟ يحكي لنا بقى عن مشواره والتحولات النفسية اللي حصلت له من ساعة ما جاله سيناريو الاختيار وقرا، وتحول من مواطن عادي لوحش الكون ازاي؟ ازاي اتدرب في اللوكيشن على تصنيع البوم وحشو الطلق الخرز في بندقية الرش اللي بيضربها على الكومبارس؟ ويشرح لنا الدوافع اللي خليته ينقلب على امير كراره لمجرد انه حلق شنب مع انه جدع وصاحب صاحبه وكان زميله في الجيم. انا بطالب ان في الندوه اللي جايه يجيبوا مدام ناديه الجندي بقى، دي واحده بقى اتشمطت حرفيا عشان مصر واتعمل من وشها جزام، والصهاينه الاشرار طفوا تحت بطاطها قروصه سجاير بحالها.